يمكن هو دفاعه اللي ممكن ما يسعفوش ان شاء الله ان هو ما يوصلوش نهائي. هنبص بعد كده على التشكيل المتوقع بما اننا بنتكلم في ليله المباراه، التشكيل الاقرب للوداد بكره، ايه اللي ممكن يعمله المدرب بتاعهم جاموندي في التشكيل المتوقع. طبعا هو نفس طريقه اللعب، مش هيغير 4-1-4-1، نفس طريقه اللعب هو اللي بيعتمد عليها في كل الثمان مباريات او التسع مباريات اللي لعبهم مع فريق الوداد المغربي. في حراسه المرمى احمد رضا التكناوتي، الاثنين المساكين اللي هو لعب فيهم الماتش اللي فات وده كان سبب في مباراه الذهاب، وده كان سبب في حصل اللخبطه اللي حصلت عندهم، وعوده شيخ كمارة بكره اعتقد ان هي هتديهم نوع من الدفء الدفاعي، مهمه جدا بالنسبه لهم عوده شيخ كمارة اللي هو نزل الشوط الثاني بيلعب في منتخب كوت ديفوار احسن مساك في الوداد. كمان يا احمد لما نزل اخر ربع ساعه عمل شكل كويس، يعني واضح انه عنده سرعات، بيسلم كويس بشكل كويس، ف بيقف على كورته بشكل كويس، بيعمل تمريرات كمان يا كابتن هام، مميز في لعب الضربات الراس، بيطلع في الضربات الثابته لانه طويل القامه ولاعب مدافع دولي، فبالتالي هيدوهم تقل يعني بكره. اللي هو كان قاله من اسباب برضو ان جاموندي برضو لخبط شويه في الجزئيه ديت، وهو المفروض كان يبدا بيه، هو التاليف الكتير في التشكيل ادى لكده يعني، التاليف الكتير. وبعدين يا دكتور لما نزل كمان، لما نزل يحيى جبران اتحرر وطلع نص الملعب. طب يحيى جبران اصلا في رقم أصلاً في رقم ليحيى جبران مميز قوي، ان هو اكتر لاعب بيلمس الكره في فرقه الوداد، بيعدي ال 70 مره، فده بياكد ان هو مفتاح لعب بناء الهجمه من ورا. فهو كان ممكن يكون فكره ان انا عايز ابني ارجع ده لورا يحيى جبران، بحيث ان انا هو كورته حلوه فبيبني الهجمه من ورا، بس طبعا هو مش قدرات مساك خالص، فمن هنا الضغط العالي اللي عمله موسيماني مع اول دقيقه اول لعبه يحيى جبران بتقع منه كرة قفشه بيروح وبيسجل. لكن عوده سوري فاضع كلامك، احد الاطراف من الديفندرز عبد اللطيف مصير او يحيى عطا الله اللي خرج قبل المباراه بربع ساعه كده، واعتقد ان هو كان خارج بشد عضلي مصاب، الباك الشمال يحيى عطيه الله تاكيدا لكلام حضرتك، أعتقد ممكن اربع ايام ما يقدرش، ممكن ما يلحقش تاكيدا لكلام حضرتك، ولو ما لحقش بدري كادرين اللي هو هيبدا مكانه. الاثنين بصراحه على المستوى الدفاعي ضعيف جدا جدا جدا، ودي الجبهه اللي لازم نعمل عليها دايره، لازم بكره حسين الشحات يستغل الجبهه دي ان شاء الله لو بدا في الجبهه دي. هم اصلا جايين 18 لاعب 18 لاعب فيحيى عطيه الله مش جاهز قوي يعني، ده يعني هو ممكن في التشكيل ده ممكن يعني يبدا مثلا ايه خلافين اللي هو الباك الشمال والمهاجم، هل هيبدا بجونيور ولا كازادي كاسونجو، وان كان الاقرب كازادي كاسونجو، كذلك يحيى عطيه الله هو الاقرب لو جاهز، لو مش جاهز هيدخل مكانه بدري كادرين. وزي ما قلت لحضراتكم الاثنين ضعيف جدا دفاعيا، ولازم نستغل الجبهه دي تحديدا. هو معلش سؤال برضه، احنا وليد الكارتي، وليد الكارتي برضه من اللعيبه المميزه، بس هو طبعا في الفترات الاخيره مش ماشي كويس. هو طريقه اللعب عامه 4-2-3-1، يعني ممكن وليد الكارتي يبقى جنب يحيى جبران في الجزئيه ساعه ما بيبنوا الهجمه وليه الاولويه، يعني وهم بيبنوا 4-2-3-1 وساعه الهجوم هو ليه الاولويه في الزياده، فبيبقى في كثافه عدديه قدام. هو ليه الاولويه، وممكن تاكيدا لكلام حضرتك يعمل حاجه برضو يعني نوع، لان هو برضو عايز يعمل تماسك شويه بالزبط. عايز يعني هو هيلعب على الربع ساعه الاولى ان هو يحاول يخطف النادي الاهلي بهدف، او حتى لو خرج الشوط الاول 0-0 تبقى نتيجه جيده جدا للشوط الاول، فهو ممكن يعني يستغنى عن واحد من الاثنين دول وليد الكارتي وايمن الحسوني، ويدخل النقاش جنب يحيى جبران، وطريقه اللعب تتحول 4-2-3-1 اللي هو يعني يشيل وليد الكارتي تاكيدا لكلام كابتن هاني، ان وليد الكارتي في الفتره الاخيره بيمر بسوء توفيق، يعني هو ما سجلش ولا هدف او سجل هدف واحد، هنستعرض ارقامه، سجل هدف واحد بس في البطوله، مش دي ارقام وليد الكارتي، فممكن وليد الكارتي يعني ما يبداش، وممكن يحط جنبه ابراهيم النقاش بحيث ان هو يعمل نوع من العمق الدفاعي اكتر، يديك يعني دي الاقرب. بس لو هو عايز يهاجم هيعتمد على نفس طريقته اللي هي 4-1-4-1 ويبدا بكده، او زي ما قال كابتن هاني ممكن واحد من الاثنين دول يكون مش موجود ويدخل ابراهيم النقاش كارتكاز تاني، خاصة ان ابراهيم النقاش برضو لعب مباراة الذهاب ولعيب خبرة، فممكن يلعب بال 4-2-3-1 بدل ال 4-1-4-1. التشكيلة يا دكتور اللي موجود ده اللي حضرتك حاطه او متوقع لمباراة الاهلي بكرة، شفنا هناك في المغرب الوداد كان عنده تحفظ شوية واداك الكورة في التحضير وكان بيضغط في نص الملعب، ممكن يشوف الشكل ده بكرة ولا ممكن يباغت النادي الاهلي بضغط عالي بكرة علشان يدخل في المباراه وعايز يسجل؟ هو بالتاكيد هيقسم الماتش، يعني هو لو المدرب ده لازم هيقسم الماتش، هيلعب على الربع ساعه الاولى او النص ساعه الاولى ان هو يحاول يخطف هدف مبكر، لان هو جاي يلعب على ركلات الجزاء، فرصته الوحيده بكره، هو مش جاي يخسر حاجه، هو يعني قرب ان هو يعني يطلع، فهو جاي يلعب على ال 2-0 ان هو يكسب النادي الاهلي 2-0 ويلعب ركلات ترجيح دي اللي هتلعب، فهو هيحاول يخطف الاهلي هدف يخطفنا بهدف مبكر
فانت هو هيلعب بضغط عالي، فعشان كده احنا لازم اول ربع ساعه ايه نستحوذ كتير على الكوره، نعمل اكبر عدد من التمريرات. ده مهم جدا ليه؟ لان انت يعني انت لو لعيب منافس لما اشوف الفرقه اللي قدامي بتعمل تمريرات كتير وخسرانه في الذهاب 2-0 هقول له من جوايا خلاص انا سلمت اللعيبه دي، الفرقه دي اكبر مني. عمرو يا دكتور ما بدا مثلا براسين حربه كفكره، انا بنفكر لا صعب قوي يعني، صعب يعني هو يربع. عمرو ما بدا براسين حربه، لان مش ممكن يبدا براسين حربه يفاجئك برضه، ما ممكن عايز يعمل مفاجاه، ممكن يبدا ممكن حربة. لو بدا براسين حربه هتبقى مثلا ايمن الحسوني، ما هو برضه يعتبر اصل ايمن الحسوني مهاجم، فهو يعني ممكن تحويله يزق لقدام شويه يبقى 9.5 بس هو الاقرب. حداد بيلعب احيانا بيلعب تحت يدخل لجوه يلعب تحت ويضم للعمق بشكل كويس. اسماعيل حداد عشان عنده كورته كويس، بس هو في نقطه عايز اقولها لك يا دكتور، يحيى جبران لو لعب لوحده في الارتكاز دي بتعمل كارثه دفاعيه. لا يبقى في فكره عند المدرب انه مش هيخلي عبد اللطيف نصير ولا يحيى عطله يهاجموا. ليه؟ لانه يبقى دول ما يبقى عندهم ثبات. انك لما بتلعب باثنين ديفندر بتخلي واحد فيهم لما بيطلع عبد اللطيف نصير يحيى جبران اللي هو ممكن يميل الناحيه دي عليه لما يطلع عشان يسد الخانه بتاعته. الناحيه الثانيه يحيى عطا الله لو نقاش لاعب يبقى هيدي مهام للطرفين او الظاهرين، هيديهم مهام اكتر. عشان كده انا بقول برجح انه يلعب باثنين ديفندر. لا يعني انا في اعتقادي انه لازم هيحرر الباكين، يعني انا في اعتقادي الشخصي ان بالواحد دي يا كابتن ما يقدرش. ممكن ما يقدرش خاص انك انت عندك معلول معاك وعندك محمد هاني ممكن يلعب باثنين، بس انا في رايي لان كمان اسماعيل الحداد واوك كمان من النوعيه اللي بيخش على جوه شويه عندهم سرعات، فممكن هو ده بيوسع للباكين اللي طالعين. ما انا بس هو في الحاله